طيب خلينا نروح دلوقتي لحديث الساعة. يوم 9 أكتوبر هتبتدي المدارس تفتح أبوابها علشان تستقبل ولادنا وبناتنا في العام الدراسي اللي فيه إلزام بالحضور. إلزام الحضور ده يعني رفقه بالعلن أعلن ونشر استراتيجية وزارة التربية والتعليم للتعامل في ظل وجود جائحة كورونا وخصوصا الموجة الرابعة، وجود دلتا المتحور الجديد اللي بيقدر ينال من الأطفال ويصيبهم كمان وبينتشر بسرعة. وأيضا وزارة الصحة زي في حديثنا امبارح ما أخذنا بالتفصيل مع ضيفنا الكريم أعلنت استراتيجيتها. عندنا عدد من الأسئلة بنوصلها على لسانكم أنتوا كمان هنا لضيفنا العزيز اللي معانا على التليفون الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. واهلا بحضرتك معانا يا سياده الوزير، منورنا في حديث القاهره. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا يا معالي الوزير، ازي حضرتك؟ اهلا بيك فندم. اهلا وسهلا معالي الوزير. مع الاستراتيجيه التي طرحت من وزاره الصحه ووزاره التعليم تمت الاجابه على اسئله متى تغلق المدارس، يعني اذا في فصل اصيب، اذا فصلين وخلافه، ووزارة التربية والتعليم ملتزمة بقرارات اللجنة العليا وبما يوضع. بيبقى السؤال، هل الوزارة والمدارس الحكومية تحديدا جاهزة لمثل هذا الطارئ؟ بمعنى فكرة ان طالب واحد في الديسك، عدد الطلاب في الفصل ما يزيدوش، توفير امكانيات نظافة وخلافه، هل هذا متاح في مدارس الحكومة؟ والله حضرتك عارف دي ثالث سنه لينا الحقيقه، ثالث سنه دراسيه في وجود كورونا، فاحنا كان في خبرات كتير قوي الحقيقه تكونت السنتين اللي فاتوا. حضرتك عارف احنا يعني عالجنا السنتين دول قدر الامكان، وحاولنا جاهدين نقلل ما يسمى الفجوه التعليميه عند ولادنا، وعدينا بيهم باب الامان وعملنا الامتحانات العامه كلها سنتين. صحيح. ففي خبرة فعلا على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، ويعني عملنا ملايين الامتحانات، في خبرة لازم نثق فيها طبعا، وفي كل معدات الإجراءات الاحترازية موجودة والتعليمات موجودة والتدريب موجود، وعندنا اجتماع مع مدير المديريات يوم الثلاثة الصبح إن شاء الله لآخر مجموعة من التعليمات. موضوع التعامل مع الكثافة بيختلف من مدرسة لمدرسة، وبالتالي احنا بنوجه داخليا، بنشرح لمدير الادارات ومدير المدارس كيفيه التعامل مع الكثافات، بنديهم مساحه يعملوا الجدول الدراسي بشكل يتناسب مع التعليمات بتاعت وزاره الصحه في الاخر يعني. نعم. عاوز الناس تطمئن تماما ان وزاره الصحه والتربيه والتعليم وكل المؤسسات دي حريصه جدا على تنفيذ الكلام ده، ونساعد بعض يعني احنا من ناحيه، وطبعا الولاد واولياء الامور من ناحيه، نسمع يعني التعليمات سواء استخدام الكمامه او استخدام المطهرات. احنا هنعمل الجزء بتاعنا، والناحيه الثانيه برضو طيب. الناس تتعاون وهيمشي كويس باذن الله. هايل. سياده الوزير، حضرتك قلت احنا ادينا الحريه لكل مدرسه انها تتعامل وتنفذ هذه التعليمات بناء على ظروفها الداخليه وانها ترتب جدولها. تقصد حضرتك الفترات الدراسيه يبقى عندها فتره واحده ولا اثنين ولا ثلاثه بناء على الكثافه اللي موجوده في الفصول، ولا اشياء اخرى كمان؟ يعني كل مدرسه فيها عدد مختلف من الفصول وعدد مختلف من الطلاب، فطبعا ما نقدرش نعمل قاعده واحده نطبقها عليهم كلهم. فعشان كده بندي مساحة وبعض البدائل لمدير المدرسة ياخد فيها قرار، ممكن زي ما حضرتك قلتي يستخدم فكرة الفترات، ممكن يعني يوزع الأولاد على الفصول بشكل يتناسب مع الاشتراطات الجديدة، ما يبقاش في فصل ثابت لسنة دراسية يحركهم، وده عملناه السنة اللي فاتت، عشان كده قلت لحضرتك في خبرة كبيرة، احنا عملنا أيام بالتبادل وكده. السنة دي احنا درسنا معاهم كلهم، كل واحد عمل حل الحقيقة يحقق بيه ده بشكل كبير جدا، عشان كده بقول السادة أولياء الأمور يطمئنوا يعني إلى إن احنا مراقبين الموضوع ده تماما. مراقبينه بلجان يا فندم؟ يعني في لجان هتمر على المدارس علشان تتأكد من تنفيذ الـ يعني التعليمات اللي تم وصولها ليهم؟ طبعا ده بيحصل طول الوقت، وعندنا يعني جهاز كامل لضبط الجودة وجهاز كامل باسمه التوجيه المالي والاداري بيروح المدارس اللي فيها اي مكلفات وبيتعامل معاها، ده بنعمله بقالنا مده، واعتقد وصلنا فيه لمستوى كويس في الحفاظ على دي الاجراءات. وطبعا على بدء الدراسه هيكون تقريبا كل الساده المعلمين والاداريين كمان اتطعموا، دي خطوه هامه جدا.
وبعد كده في حديث مع معالي وزير الصحة ان احنا نبدأ في تطعيم الطلاب في المرحلة الثانوية، بس ده هنعلن عنه في وقته يعني لما تتوفر بس الجرعات الكاملة لهذا العدد. محتاجين 8 مليون جرعة عشان الولاد في ثانوي، وبعدين ننزل بالأعمار بقى ان شاء الله. مع الوزير واضح جدا ان الحكومة هذا العام واخد قرارها باننا لن نتوقف الا اذا كان هناك خطر حقيقي، دون ذلك فاحنا هنبقى زي دول العالم، عندنا التعليم منتظم السنة دي ومحدش يتلكك ويطمع ان احنا كل شوية هنوقف الدراسة. هو طبعا يعني انا بس يا ريت نثق كلنا ان الدوله فعلا فيها اساتذه وفيها خبراء وفيها قياده سياسيه حريصه جدا جدا على كل طفل وكل معلم، كل واحد في المنظومه. نعم. فالقرار مش محتاج يعني احنا فعلا لو اللجنه ده قرار جماعي، اللجنه العليا لاداره الازمه اللي بيرأسها دوله رئيس الوزراء شافت ان في احتياج لاي تغيير، هنعمل كده في وقته بشكل يقلل الهدر التعليمي. حضرتك يعني فعلا ما فقد من تعليم الولاد خصوصا في السن الصغير هيصل مرحلة الخطر. يعني في ولاد اللي كانوا في أولى ابتدائي وتانية ابتدائي دول أكتر ناس تأثروا من عدم وجودهم في المدرسة. فحتى في حالة يعني لا سمح الله أي تصاعد في هذه الأزمة، آخر ناس هنخليهم ما يجوش المدرسة هم الأطفال. الأطفال لحد الرابعة ابتدائي لازم يحضروا، حتى لو الباقيين قعدوا في البيت دول لازم يحضروا، لأن دول ما ينفعش يتعلموا بأي وسيلة أخرى ومحتاجين وجودهم في المدرسة بشدة، والتأثير السلبي على تعليمهم هيقعد معهم سنوات. صحيح، يعني على عدم وجودهم يعني في المدارس هيأثر سلبيا على محصلتهم التعليميه. طب اسمح لنا سياده الوزير، انا هرجع مره ثانيه عن الاشياء اللي تم اعلانها واعتمادها امبارح. كان معانا هنا يعني حديث حول اجراءات وزاره الصحه، وقالت ان في تعاون مشترك كبير جدا بين حضراتكم وبينهم، وان الدائره الصحيه اللي موجوده في المدارس هي اللي هتقوم بالتبليغ والادارات التعليميه عشان اتخاذ اللازم لو ظهرت حالات. طيب من ضمن الاشتراطات ان في اجهزه قياس حراري مثلا، وفي غرفه عزل بالمدارس. الحاجات دي اللي هيوفرها يا فندم للمدارس المختلفة، هل هتكون المدارس بنفسها اللي بتعملها، ولا وزارة التربية والتعليم، ولا وزارة الصحة؟ لا احنا اللي عملنا ده ووفرناه وجبناه بقالنا سنتين. كل الحاجات دي موجودة وبنتأكد على وجودها وصلاحيتها كل عام دراسي، فده موجود. وزارة التربية والتعليم موفرة بناء على توصيات وزارة الصحة. نعم. طيب. وعلى فكرة المدة اللي مكتوبة في الخطة بتاعت وزارة الصحة بتتراجع دلوقتي، واللي هي 28 يوم، فكرة 28 يوم دي غالبا هتخفض ل 10 ايام مش 28 يوم، بناء على احدث الابحاث في هذا المجال. يعني الخطة دي مش هي اللي هتنفذ بالظبط، فيها تغييرات، ممكن مدة الاغلاق تبقى 10 ايام فقط بعد التطور الجديد في الاصابة بالفيروس والشفاء منه. هو في كم يعني كبير جدا من البحث العلمي، وحضرتك في دول تانية حوالينا بنتعلم منها، بس عاوز الناس تعرف ان انجلترا اللي فيها يعني اضعاف الحالات بتاعتنا الدراسة فيها شغالة. نعم. وشغالة في كل الدول. الملاعب النهاردة شايفين الاستادات مليانة الاف الجماهير جنب بعض يعني. وبس بفكر الناس ان يا جماعة المسألة مش زي ما حضرتك قلت الناس تبقى عاوزه تقفل وبتاع، لا، الخطر على الولاد كبير جدا جدا جدا. الولاد اللي تعرضت للسنتين بتوع كورونا ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. لما نوصل لثالثه ورابعه ابتدائي هيبقى اصلاح ده اصعب بكتير، واللي فقدوه في اللغات وفقدوه في البنيه الاساسيه التعليميه صعب اصلاحه بعد كده. فيعني ده يكون اخر حل، لازم نتعاون كلنا علشانهم. ده خطر عليهم على المستوى التعليمي، يعني محصلتهم التعليميه هتتراجع ومش هيبقى تمام. طيب الموضوع ده بما ان خيري وقت احور مع حضرتك فيه ولا هيسال عنه؟ انا قبل المنهج رابعه كنا عاملين حلقه هنا معالي الوزير، كنا جايبين فيها اطراف العمليه التعليميه، يعني كنا جايبين ولية امر طالبه في ثانويه عامه او في ثانيه ثانوي، كان معانا طالبه في ثانويه، كان معانا مدرس من الشرقيه. في مجموعه من الملاحظات ان الطلبه بداوا يروحوا الدروس الخصوصيه، فلما سألتهم طب انتوا ليه بتروحوا دروس خصوصية وعندنا دلوقتي مدرستي وعندنا قنوات تلفزيونية وعندنا حاجات كتير، قالوا ان احنا ما بنقدرش نستفيد منها قوي والمدرسين
لغايه دلوقتي مش مؤهلين. لما سالت المدرس قال لي الدوره اللي كنا بناخدها ما كانتش مفيده قوي، يعني احنا كلنا كنا في سن بعض وكنا بنقعد ندردش لكن ما فيش تاهيل حقيقي تم. حضرتك تشرح ده ازاي؟ تقوله لنا ازاي؟ انا بس عاوز اكرر يا استاذ خيري، موضوع الدروس طبعا موجود بقاله عشرات السنين طبعا، واحنا بنحاول يعني كدوله نوفر كل مصادر التعلم، وبنحاول نرجع فكره ان احنا مش بنذاكر يا جماعه عشان الامتحان، احنا بنذاكر عشان نتعلم. لازم نذاكر عشان نتعلم مش عشان نمتحن. دي نقطة جوهرية جوهرية في تقدم الأمم. طول ما احنا بنتكلم عن الامتحان والدرجات احنا لسه ما حققناش الغرض. بنعمل كتب جديدة ومواد جديدة، بس لازم الطرف المستقبل يبقى مقدر ان الهدف هو المهارة والتعلم، وده اللي بنحاول نعمله. الدروس الخصوصية لا تؤدي الى هذه النتيجة، واحنا حذرنا منها كتير كتير جدا. وعلى فكرة في سياق الحديث انتوا هتقفلوا وهتفتحوا وبتعملوا الاجراءات الاحترازيه، هل حضراتكم سالتوا الدروس الخصوصيه بقى السناتر اذا كانت عامله اي حاجه من كده؟ نفس الاهالي اللي خايفين من المدرسه بيودوا ولادهم بمنتهى الاريحيه الدروس الخصوصيه اللي ما فيهاش اي اجراءات احترازيه، فيها كثافه عاليه جدا وما فيش فيها اي ضمانه. فبالتالي في تناقض فيما نفعل وفيما نسال. يعني بصراحة يا جماعة يعني خلونا موضوعيين. ما أنا ما أقدرش ما أخافش من المول وما أخافش من الكافيه وما أخافش من الشارع وما أخافش من التوك توك وما أخافش من القطر وما أخافش من أي حاجة إلا المدرسة. والدرس الخصوصي اللي حذرنا منه بروحه وما بسألوش ولا سؤال من اللي بيتسأل لنا. فإحنا صحيا وتعليميا مصلحة الطفل إنه يجي المدرسة ويستخدم المصادر إلا الوزارة بتقول له دي اللي هنسألك فيها ودي اللي هتقيم على اساسها. ما يحدث طب يعني اذا كان المدرس قال لحضرتك انه ما خدش تاهيل كافي، هل مدرس السنتر خد تاهيل على الاطلاق؟ في ناس في السناتر مش معلمين. سالت كده وقالوا لا بتوع السناتر احسن واحنا ما بنروحش المدرسه. طب ليه ما بتروحوش المدرسه وانتوا في ثانويه؟ قال لك ما هو ما فيش غياب وفي مدرسين ما بيجوش اصلا فبنضيع وقت. لا السنه دي هيبقى في غياب. أيوة. وغياب بيطبق بوضوح، و ممكن يعني بس عشان الناس تبقى عارفه اللي هيغيب اكتر من نسبه معينه هنحوله الى نظام المنازل ما دام هو مش عاوز في الثانويه العامه والاعداديه ده في الثانوي هيتحول اوتوماتيكلي لنظام المنازل. نعم. وبالتالي هيحرم من دخول كليات معينه ويعني يتحمل نتيجه اختياره. بس التأهيل بقى التأهيل خصوصا الجانب التكنولوجي كمان اسمح لنا يا دكتور، خاص بان هو قالوا ان يعني احنا في كتير جدا مدرسين حتى اعمارهم لا تسمح بانهم يكونوا متداخلين مع العمليه التعليميه في ظل وجود التكنولوجيا ودخولها فيها. عمليه التأهيل والخطه بتاعتها تمت ولا لسه في ليها مراحل؟ لا بصي، موضوع تدريب المعلمين ده عمليه مستمره طول الوقت، مستمرة في المراحل الأولى، في تدريب بيحصل واحنا بنتكلم كل يوم كل يوم، يفضل موجود على مدار السنة. وفي قناة تلفزيونية هتضاف فيها دليل المعلم بشكل فيديوهات هنحطه للسادة المعلمين، وهنطلع قبل العام الدراسي خلال أيام نواتج التعلم للمرحلة الثانوية عشان نساعد السادة المعلمين والولاد على انهم يذاكروا بطريقة جديدة. تدريب المعلمين هنعمله السنة دي على التلفزيون عشان نوصل لكل المعلمين وعلى يوتيوب، وحصل تدريب أكتر من مرة. موضوع التكنولوجيا مش مطلوب من المدرس استخدام التكنولوجيا خالص، هو مطلوب إن هو يشرح لهم فهم نواتج التعلم اللي هو مفروض مؤهل لهذا. يعني مش مطلوب حاجة على الكمبيوتر خالص، المصادر موجودة وكلهم يقدروا يوصلوا ليها. احنا بس عاوزين المدرس يعلمهم ازاي يذاكروا بالطريقة الجديدة، ازاي يذاكر عشان يفهم طريقة مخرج التعلم، مش يذاكر عشان الطريقة بتاعت زمان وامتحان زمان. طب في فندم جدول زمني لتأهيل المعلمين يقول ان احنا نقدر نقول ان احنا انتهينا من تأهيل المعلمين وتدريبهم على الخطة الجديدة؟ لا يا فندم، مفيش. التدريب المعلمين عملية مستمرة 12 شهر وبنتحرك فيها 12 شهر، ولازم نفضل نتعلم طول ما احنا ماشيين. فمش زي زمان 3 ايام ورك شوب وبيروحوا، مش حاجه كده، هي عمليه مستمره. واحنا عملنا اوريدي في 3000 سفير من المعلمين تم تدريبهم عشان يدربوا زملائهم على الارض
في كل محافظات مصر، ده انتهينا منه امبارح في النظام الجديد اللي هو في المرحلة الابتدائية. وبنعمل القناة اللي بقول لحضرتك عليها، هتطلق في شهر أكتوبر برضو للسادة المعلمين، يعني درس درس من اللي هو المفروض يدرسه هنعرفه ايه المطلوب يحققه في الدرس ده. فقصدي بنعمل حاجة أكبر مما كان بيحصل زمان، ولكن أعتقد القضية كلها في اللي فهمه من الحوار اللي حضرتكم عملتوه، احنا لازلنا بنفكر بالأسلوب القديم. صحيح. فيما هو جديد. صحيح. وتغيير الثقافة دي حضرتك عارف انها هتاخد وقت، وهي جزء من معاركك، يعني ده معركة كبيرة. يعني مش معركة هي، بس يا ريت كلنا ندرك أهمية الخطوة دي، لأنه كل الأسئلة اللي بتجيلنا يا أستاذ خيري هي عبارة عن هو المادة دي في المجموعة ولا لأ، أو الامتحان شكله إيه. ده يؤكد لك أنه كأن كلنا عندنا التصور، أو كتير مننا يعني، أن احنا بنذاكر فقط من أجل الامتحان. ما ده اتزرع خلال سنوات طويلة جدا، الأباء اللي بيراعوا أولادهم والأمهات اتربينا كده وتعلمنا بالطريقة دي، فعشان يتغيروا محتاجين وقت، وجيل تاني خالص ياخد وقت معاكم يعني. طيب دكتور طارق، انا شفت كتب سنة رابعة كانت رائعة قد ايه وقدمناها للسادة المشاهدين، ولكن بمجرد الاعلان عن المناهج بدأت شكاوى من قبل تدريسها اصلا. ازاي التلاميذ هياخدوا 13 مادة في السن ده؟ وهل تم تأهيل مدرس عشان يقدر يدرس 13 مادة؟ زميلنا الأستاذ عبدالله عبد السلام مدير تحرير الأهرام كان كاتب مقال بيقول إن الأطفال هيفقدوا جزء كبير من المتعة واللعب والاشتراك مع غيرهم بسبب الانغماس في المذاكرة. حضرتك تقول لهم إيه؟ ما هو أنا مستغرب والله من هذا الحديث. بص فندم، الظواهر اللي بتشوفها زي دي كده وراها حاجات أكبر شويتين مما يبدو على السطح يعني. احنا غيرنا المناهج من كي جي 1، وبالتالي الولاد اللي رايحه سنه رابعه شافت المناهج الجديده في اولى وثانيه وثالثه. يعني هي مش مستغربه خالص. ده التسلسل الطبيعي للمنهج الجديد. دي اول حاجه، مفيش حاجه حصلت سنه رابعه مفاجاه. الحاجه الوحيده اللي اتغيرت سنه رابعه انه فلسفه تطوير النظام الجديد كانت ان احنا ما بنجيبش سيرة الامتحان، عايزين نغير بقى ثقافة الجيل الجديد. مش هنتكلم بلغة الامتحانات ولا شاطر وخايب ولا الاول والاخير ولا حاجة من دي خالص، عشان يستمتع فعلا بالتعلم. هتلاقي ان التقييم تكويني بيحصل من خلال اللي بيعملوه في كتاب الطالب، شغل زي المدارس الاجنبية. اللي اضيف في سنة رابعة، لان دي مرحلة جديدة في العالم كله، سنة رابعة سنة محورية، بيضاف اليها بعض التقييم عن طريق امتحانات قصيره اسمها كويزس او امتحان قصير، وامتحان في اخر الترم على المحتوى اللي خده في اخر بين الامتحان اللي قبله والامتحان اللي بعده. وجود الامتحان هو اللي خالق الدوشه اللي حضرتك سامعها. ليه؟ لان احنا لازلنا بالثقافه نعتنق الثقافه القديمه، امتحان نص السنه واخر السنه وبس. فالفكره انه احنا الهدف كله من النظام الجديد هو تكوين شخصية الطفل ومعارف معينة ومهارات معينة، بنعلمه الفهم مش الحفظ. حكاية المواد وكم مادة، المواد هي نفس المواد على فكرة اللي كانت موجودة قبل كده، كانت موجودة في صورة أنشطة، وأكيد اللي عملوا الجدول وزعوا المواد دي. في مواد من اللي بيقولوا عليها مادة ودي مادة ودي مادة، نبص بقى على الجدول لما يبتدي هنلاقي دي ليها حصة واحدة في الأسبوع، ساعة ودي ساعة، الكتاب ده كله صفحات الولاد بتكتب جواه. الفكرة احنا بس بنقول للناس خلوا المختصين يتكلموا عن المناهج. المناهج ما تتقاسش بالميزان، ما تتقاسش بالارقام دي، ده مش لغة المتخصصين. المناهج دي على مقاييس العلوم والرياضيات في العالم كله، وعدد الساعات وعدد الايام محسوب بدقة انه نغطي المنهج ده، ومش مطلوب من الولاد يعملوا حاجة لما يروحوا البيت اساسا. يعني الولاد لو ده بيتدرس مظبوط هو هيشتغل في المدرسة بس، وما يروح البيت هيلعب وهيعمل كل اللي هو عاوزه. فإحنا بنقيس ده كما لو كنا هنحفظ هذه المواد وهنمتحن فيها ودرجات. يعني إحنا عمرنا ما اتكلمنا على امتحانات رابعة ابتدائي. المشكلة كلها إنه لو حضرتك يعني تسمح لي أبقى صريح، إنه إحنا الامتحانات هتبقى جاية من الوزارة، مش هتتعمل على مستوى الفصل.
ده مش معناه انه امتحان قومي ولا ان هو موحد، لا، بس احنا عاوزين نفصل العنصر البشري. ليه؟ لانه بيساء استخدامه كثيرا. ده حتى في رابعه ابتدائي يعني رابعه ابتدائي هيجي من الوزاره مش من المدرسه. الى حد كبير ويمكن ده كان كمان هيكون تطبيق اكتر لمدى فعاليه العمليه التعليميه بالمناهج بالشكل الجديد بطريقه التدريس الجديده، ان انتوا تقدروا تقيسوها بشكل فاعل وبناء عليه يتعمل الخطوات التانية. طب سياده الوزير اسمح لي سؤال ختامي. من شويه كان معانا الفنان صلاح عبد الله، هو كنا بنناقشه في البوست اللي كتبه باقتراحه ان يتم تدريس سيره محمد صلاح الكرويه في المناهج الدراسيه، وانه كان عنده تصور له ده للاولاد الصغيرين. يعني اولا راي حضرتك في المقترح ده وامكانيه تطبيقه. بصي يا فندم، احنا بيجي لنا اقتراحات كتيره قوي، كل الناس نفسها نعمل حاجات كتير. ساعات نقول هنضيف حاجات عن السياحه، او هنضيف حاجات عن الشمول المالي، او عن البيئه، او عن الشخصيات المؤثره. كل ده جميل جدا. احنا ما نقدرش نعمل كل واحده من دول منهج. ما انتي شايفه كل ما نحاول نحط نحطين منهج كان المفروض الناس تفرح بيه جدا، اللي هو المهارات المهنيه مثلا، وكتاب في منتهى الجمال الحقيقه لما يشوفوه ان شاء الله، وكتاب زي التكنولوجي وكده، كلها حاجات بسيطة على قد سنهم، عاملينها مع أكبر مؤسسات عالمية بالمناسبة. والمنهج المصري ده اللي بنتكلم عليه وعمل عليه الدوشة دي في مصر، طلب مننا النهاردة رسميا من دول عربية بس مش عاوز أقول اسمها دلوقتي، التعاون فيه واستخدامه. فاحنا عندنا حاجة جميلة يا جماعة، حاجة جميلة جدا. طبعا انتوا حطيتوا ابطال الاولمبيات على الاغلفة كمان، وده كان شيء عظيم. وحاطين الشخصيات المصرية المؤثرة جوه كتب رابعة ابتدائي، هنشوفها في الكتب الجديدة. واحنا بنعمل ايه بقى عشان نضيف حاجات عن السياحة والبيئة والاثار، كل دي افكار جميلة. وعندهم بنحط، عشان كده المناهج في بينها علاقات بينية، يعني بنحطها في كتب فعلا، وكل الافكار دي وغيرها هنحطها في كتب 5 و6 و7. عندنا فرصه، احنا لسه بنبني. يعني وارد ان حد نجم زي صلاح كل الاولاد بيحبوه، كل الناس بتحبه، عامل لنا سمعه كويسه قوي. اكيد زي ما حطينا عالم كبير زي مجدي يعقوب وزي دكتور احمد زويل، الدكاتره الكبار دول. هو ما حدش عمل اللي عمله صلاح في مصر. لا، احنا حاطين في كتب السنه دي هيلاقوا سيد درويش، وهيلاقوا يعني هاني عازر، المهندس هاني عازر. هيلاقوا ناس كتيره جدا في حتت في الكتب، هيلاقوا كلام هيعرفوا عن البيئه وعن تدوير المخلفات وعن الزراعه وعن المهن الصناعيه، هيعرفوا معلومات على قد سنهم. طيب معالي الوزير، عندي سؤال بره ده بقى خالص. هو انت بره المنهج صحيح، حضرتك بتتفرج على كوره ولا ما بتتفرجش؟ والله انا احب الكوره جدا، بس طبعا بقى الوقت يا اما ما اقدرش اشوفها على الهواء. بس يعني لما باجي ببقى عاوز اعرف نتيجه الماتشات، وعرفت ان يعني عرفت ان صلاح جاب جون النهارده، عارف ان صلاح جاب وعمل وعمل جون وعمل اسيست الكل. انت اهلاوي ولا زملكاوي يا معالي الوزير؟ مش هيقدر يقول غير يعني كده. لا اقول ليه، ما اقولش. لا انا اهلاوي من يوم ما اتولدت يعني. واصحابي، مرحب بيك يا معالي الوزير، مرحب بيك. لا واصحابي زملكاويه، اعز اصدقائي زملكاويه، بنتنقر شويه بس ماشي. ماشي تمشي. معالي الوزير احنا بنحييك على الجهد اللي بتبذله، احنا عارفين ان من اصعب معارك مصر هي معركه التعليم، فاحنا متاكدين ان المعركه مش سهله وان الجهد الكبير فيها، وانت قامه كبيره وتاريخك العلمي مشهود ليه، وعارفين قد ايه انت كنت بتساهم في تطوير التعليم في العالم. فشيء طبيعي انك تتعب وتبذل جهد كبير علشان نغير المستقبل بالنسبه لاولادنا. بنشكرك جدا معالي الوزير.